عندي حاجة كده، خبر مفاجأة بصراحة يعني. ان بيراميدز مقدم عرض لضم اشرف بن شرقي مع الجزيرة الاماراتي. الجزيرة الاماراتي اسمه الجزيرة الاماراتي، فنادي اماراتي يعني. والنادي كمان بيمتلكه الشيخ منصور بن زايد صاحب السمو، وهو في نفس الوقت مالك نادي مانشستر سيتي، مجموعة السيتي يعني، سيتي جروب يعني. ومالك نادي بيراميدز إماراتي السيد سالم الشمسي، أو المساهم الأبرز يعني في النادي هو السيد سالم الشمسي. ففي كلام، وأنا قلت لكم قبل كده من كام يوم، بيراميدز نايم في الدرة وبيعمل سكواد، رغم ان السكواد بتاعه عالي جدا، بس هو قاعد بقى يبني خبرات لدوري ابطال افريقيا. هو عشان خاطر هيصاحب الاهلي لدوري ابطال افريقيا، فحاطط الاهلي في دماغه اكتر من اللي هيلعبه في افريقيا. خد بالك. والله يعني هو شغال على طارق حامد، شغال على امام عاشور، خد بالك، مع ميتلاند ولو اعرى سنه، وشغال على طارق حامد لدرجه، وانا قلت لكم قبل كده قاعده مهمه جدا، لدرجه انه عرض ان هو يدوله المرتب بالدولار بقيمه عاليه جدا. شغال على دلوقتي اشرف بن شرقي، وفي كلام ان هم وعدوه يدوله السنه دي قد اللي بياخده في الجزيره. ما اعرفش هيدوله 3 مليون دولار ولا 2.5 مليون دولار، ما اعرفش يعني. هل ممكن ياخد رقم زي ده اشرف بن شرقي في نادي بيراميدز؟ في كلام ضخم جدا، وانه ممكن كمان يشتروه من نادي الجزيره الاماراتي او يتاخد اعاره سنه. ففي كلام كبير جدا من بيراميدز، بدا يظهر كده ملامحه الفتره الاخيره. بيراميدز كمان واخد من الزمالك، او خاطف من الزمالك، من حضن الزمالك. اذا كانت الناس كانت بتتكلم على الاهلي ورمضان صبحي واحمد فتحي والكلام ده، الا انه بيراميدز زمان انه خد من حضن الاهلي رمضان صبحي، وخد من حضن الاهلي احمد فتحي تحديدا، دول دلوقتي بياخد من حضن الزمالك اتنين من ابرز الصاعدين اللي كان هيبقى لهم مستقبل كبير جدا مع نادي الزمالك، يوسف اسامه نبي وسيف جعفر، اللي فوجئنا باختفائه اخر 48 ساعه عن الظهور في نادي الزمالك. اختفى تماما من نادي الزمالك تماما. وفي ناس بتقول ده لامم حاجته من الدولاب بتاع لو فاضي، وفي ناس بتقول بالظاهر، وناس بتقول قبل تليفوناته، وناس بتقول معرفش ايه، رغم انه ظهر في فيديو مع اداره النادي واتكلموا على التجديد، وهو قال اوكي وتمام واتفقوا وكل حاجه. فوجئنا باختفائه تماما، وانه موقع البيراميدز من فتره، وانه كمان قابض الفلوس. والمفاجاه اللي جايه دي كمان قويه جدا، انه في ناس تواصلت من الزمالك مع البيراميدز على القصه بتاعت سيف جعفر او يوسف اسامه. فبيراميدز قال اتقدموا بعرض رسمي ونناقشوا، مش بقى نرده العيال ترد الفلوس ويرد العقود، لا، قدم عرض رسمي وهنناقشه مع الاداره نشوف ممكن نعمل ايه. كان الرد صادم. فبيراميدز بيبني، هتقول لي يعني بيراميدز مش هيسيب العيال دي؟ الواضح كده انه شغال على فرقه يخش بيها دوري ابطال افريقيا، يعمل توليفه وتركيبه. خد بالكم كل اللي احنا بنقوله ده، يعني لو حصل انه جاب فعلا طارق حامد وجاب امام عاشور اللي بنسمعه يعني، او في مفاوضات فعلا مع الناس دي، طارق حامد وامام عاشور اعاره، وبعدين كل كلامهم تعالى امضي نشتريك او اعاره، يعني تعالى امام عاشور امضي معانا ونشتريك من ميتلاند ندفع 4 مليون دولار، مش هما ميتلاند دفع للزمالك 3 ندفع احنا 4، وتعالى امضي، او يا ميتلاند مش عايز تبيعه خد 1,300,000 دولار لمدة سنة، واحنا هنديله مرتبه واحنا هنتصرف معاه. والله لقيت الدنيا تمام وعايز تبيعه، نديك ال2,700,000 تاني بعد السنة. عايز تسترد لعيبك استرده، ده الكلام اللي على امام. نفس الكلام طارق حامد، في كلام ان شاء الله يجي سنة. اشرف بن شرقي نشتريه من الجزيرة ماشي، عايزينه سنة ماشي. فواعد يبني وادي يوسف اسامة. وبعدين المفاجأة في سيف جعفر خصوصا، انه كان بيتقال انه اقترب من التمديد او التجديد مع الزمالك. وكمان كان الكابتن فاروق جعفر بيقول نصا كده وتصريحا ان اللاعب اقترب من التجديد، ثم فوجئت بتصريحات امبارح للكابتن فاروق وهو بيقول انه فوجئ ان اللاعب مضيف بيراميدز.
والزمالك بيقول انه سيف اختفى بقاله يومين ثلاثة مش لاقيينه، وكمان الزمالك بيقول ان هو في عقود اتفق عليها الولد خدها ومشي. يعني في ادارة الزمالك بيقولوا من شوية انه السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا قهوة الخواجة. دايما بنقول بتشجع كورة ولا بتشجع نادي؟ أكيد بتشجع كورة، والخواجة مع جونكورة بيزنس إز بيزنس، رفعوا شعار بيراميدز والقائمين على نادي بيراميدز. تدفع تكسب، تدفع كتير تاخد اللي أنت عايزه، هو ده سوق المال، سوق كرة القدم. كرة القدم أكبر من مجرد لعبة، بيراميدز نايم في الخط زي ما قال محمد شبانة، وبيعمل اللي هو عايزه في الوقت اللي هو عايزه، وكله بالدولار يا خواجة. بيراميدز النهاردة بيخلص صفقتين من الزمالك، وخدت بالك من رد بيراميدز على الزمالك؟ قال له انت عايز اللعيبة، قدم بعرض رسمي. بيزنس از بيزنس، مفيش وقت للقلب الطيب والتعاطف والكهاك كلام من هذا القبيل. في شغل يا خواجة، انا بدفع للعيب. بيراميدز ناوي على الدوري الممتاز، بيراميدز ناوي على المنافسة بقوة على دوري أبطال أفريقيا. السكواد بتاع بيراميدز عالي جدا، هو عايز يطور من أدائه. وانت عارف يعني ايه يفوض بن شرقي، يفوض طارق حامد، يفوض إمام عاشور، ولو قلت لي مصطفى محمد مش هستغرب، لأنه هو ده وقت المال وبيراميدز معاه المال، وهتبقى منافسة قوية جدا. والزمالك بيراميدز لما خطف رمضان صبحي ما ظهرش في الصورة، بيراميدز وكله اتهم رمضان صبحي بخيانة النادي الأهلي، لأن أنت ابن من أبناء النادي الأهلي، وهكذا نفس القصة، نفس القصة. بيراميدز ما بيظهرش في الصورة، وكل العين على سيف فاروق جعفر، وفاروق جعفر في السوشيال ميديا، ويوسف أسامة نبيه، وأسامة نبيه كله مركز مع أولاد النادي، وسايب الدهية بيراميدز. صاحب الراجل بيشتغل، الراجل ما عندوش، هو الشغل ملوش قلب، هو ده اللي بيعمله نادي بيراميدز. بيزنس از بيزنس، عايز فلوس تعالى، عايز تدلع تعالى، عندي المال وعندي الترفيه وعندي الدلع، كله عقد مش هتلاقيه في مصر. شفت عقد يوسف سيف فاروق جعفر؟ الراجل ماضي 4 سنين، السنة ب8 مليون، 4 × 8 = 32 مليون، ما كانش يحلم بيهم في نادي الزمالك، ولا كان هيطولهم في نادي الزمالك. هو ده الشعار اللي جاي، الشعار مصلحتك في مصلحتك. بيزنس از بيزنس، هو ده اللي تكسبه لعبه. النادي مش هيبقى على حد، واللعيبه كمان مش هتبقى على حد. وشفت طارق حامد لما يجي بيراميدز وبالدولار كمان يا خواجه، واشرب بن شرقي لو عايز بيراميدز خدماته هتبقى نار يا حبيبي نار. بيراميدز بيدور على اسكواد يحصل بيه على الدوري المصري، وبيراميدز مش ساكت، بيراميدز مش ناوي يجيبها البر مع دوري المال. وبعد صعود زد كمان وفاركو كمان وفيوتشر كمان وبيراميدز واهلي وزمالك وكل اللي معاه فلوس يلعب كوره، اللي معهوش فلوس الله المستعان على ما تصفون من اموال بيراميدز. حبيبي خلاص.